الشهداء والمفقودين تواجه صعوبة في حصر أعداد قتلى ومفقودي الجيش. أفاد مدير المكتب الإعلامي لهيئة أسر الشهداء والمفقودين في الحكومة المؤقتة ربيع بربيعة بأنه لا توجد أعداد رسمية لقتلى وجرحى ومفقودي أفراد الجيش في معاركهم ضد الإرهاب. وعبر بربيعة في تصريح لبوابة الوسط الأربعاء عن استهجانه لما يصدر عن مصادر أمنية وجهات حقوقية ذات صلة من أرقام حول المصابين والقتلى والمفقودين خلال عمليات الجيش سواء من العسكريين أو المدنيين. وشدد بربيعة على أن حصر الأعداد تختص به الهيئة وهي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن ذلك. قال أيضا بربيعة أن الأعداد التي يجري تداولها ليست دقيقة ولا يوجد رقم صحيح وثابت لحصر الحالات بسبب الصعوبات التي تواجهها الإدارات ذات الصلة بالهيئة وصعوبة البحث والتعرف على المفقودين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة. لمزيد من الأخبار زوروا دائما الوسط.ly.